السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير والحمد لله. شيخ مصطفى أنا عندي مشكلة والله العظيم، إن أنا مع الصلاة أنا كل ما أصلي يا شيخ أتراجع تاني مع الصلاة، فالشيء ده مضايقني جدا. والله ده مشكلة من أصعب المشاكل، ده أنت يعني عياذا بالله في بلاء عظيم. أنت تعرف إن الله توعد الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. انتبه لنفسك ولدينك، انتبه يا شيخنا. انا بجد الموضوع ده مضايقني جدا، فانا ده في وعيد بجهنم والعياذ بالله. ضايقك ازاي يعني؟ ما تحرك نفسك. انا بجاهد يا شيخنا والله، بس يعني انا باجي اصلي ما بستخدمش. يا اخي انت على خطر عظيم، وانت توصيف الشرع لك مجرم. كل عليك يا شيخنا، ادعيلي. الله يعافيك. السلام عليكم. انت تستهين بصلاة الله فرض رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حسن عثمان الله يوفقك.